السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا، أرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. أما بالنسبة عن الخبر اللي معانا فهو خبر الطب الشرعي يتعرف على جثمان شادي ضحية شاطئ النخيل بعد 5 أشهر من غرقه. قال رامي عبد الله شقيق شادي ضحية الغرق بشاطئ النخيل أن الطب الشرعي من تحديد هوية جثمان الذي عثر عليه على شاطئ النخيل منذ شهر أغسطس الماضي، وأضاف أنه تم التأكد من أنه جثمان شقيقه شادي، مشيرا إلى أن الطب الشرعي طلب عينة أخرى قبل حوالي شهر ونصف من والده الحاج عبد الله، وتم التأكد من تطابق عينة الحمض النووي، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة الجنازة أخرى ودفن الجثمان غدا بمسقط رأسه بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. بالذكر أن شاطئ النخيل شهد مأساة غرق 11 شخصا في شهر يوليو الماضي، حيث تم انتشال 10 جثث، وشاركت فرق الغطس المتطوعة في البحث عن الجثث وجثة شادي عبد الله 17 عام غير ضحايا حادث الغرق بشاطئ النخيل، وتم العثور على الجثمان غير متكامل وغير واضح الملامح. يعد شاطئ النخيل بالعجمي غرب الأسكندرية أحد الشواطئ التي اشتهرت بارتفاع عدد الحالات الغرق بها على مدار 10 سنوات الماضية. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.